السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. عائشة عندما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أدركت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الحديث فيه دلالات جميلة جدا، أحب أن أطلعك عليها وأنت تدعو بهذا الدعاء تستشعره. أولا أن فيه الاسم العظيم لله سبحانه وتعالى العفو، وهو الذي يعفو عن الزلات ويقيل العثرات، هذا شيء. الأمر الثاني كلمة العفو فيها دلالة على أن الله سبحانه وتعالى يملأ قلوب عباده رجاء، فهو أقرب للعفو سبحانه وتعالى، فهو يبشرك كأنه يبشرك بعفوه وفضله وكرمه. وأيضا إشارة أخرى أنك أنت أيضا اعفو عن الناس حتى تكون حري بعفو الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وياكم العفو والعافية، وأن يجعلنا وياكم من المقبولين بمنه وكرمه، وهو أرحم الراحمين. والسلام عليكم.